أيضا هنا نقوم بربط عملي باستخدام الحاسبة. طبعا هذا الربط غير مطلوب من الطالب، فقط لفهم الموضوع. لدينا المصدر 9 فولت يربط على التوالي مع السويتش، ثم السويتش يربط للترمينال الأول للريلي المربوط، طبعا هذا هو الكويل، ويربط الترمينال الثاني للكويل إلى الطرف السالب للمصدر 9 فولت. الآن نلاحظ هذا هو طبعا النورمالي أوبن والنورمالي كلوز، هذا هو الكومن، وهنا لدينا النورمالي كلوز نورمالي أوبن. ثم نجلب مصدر ثاني 3 فولت، وهذا المصدر الثاني سوف نربطه إلى ليد ومقاومة. طبعا نربط الطرف السالب للطرف السالب للليد، ثم البطارية إلى الكومن والليد إلى المقاومة، ثم مثلا هذا هو النورمالي كلوز إلى المقاومة. الآن إذا مربوط أو المصباح الليد مربوط إلى النورمالي كلوز. الآن نقوم بتشغيل البرنامج. نلاحظ أن الليد يتوهج بسبب أن الدائرة مغلقة، رغم أن المفتاح مفتوح هنا، ولكن لأنه مربوط على النورمالي كلوز. لو غلقنا المفتاح في الدائرة الأولى، في هذه الحالة نلاحظ تحرك الأرميتشر للريلي من النورمالي كلوز إلى النورمالي أوبن، وبالتالي انقطعت الدائرة الثانية في هذا المكان فانطفى الليد. فنلاحظ عند فتح المفتاح يعود الريلي إلى النورمالي كلوز. الآن لو قمنا بتحويل موقع السلك من النورمالي كلوز إلى النورمالي أوبن، في هذه الحالة ننفذ البرنامج، نلاحظ أن الليد لا يعمل لأن الدائرة مقطوعة هنا، والسلك أو الليد مربوط إلى النورمالي أوبن. ولكن عند غلق المفتاح في الدائرة الأولى سوف يتولد تيار داخل الملف، ويتولد مجال مغناطيسي يجذب الذراع للليد من النورمالي كلوز إلى النورمالي أوبن، وهنا نحصل على دائرة مغلقة فيتوهج الليد. نلاحظ عند الفتح ينطفي الليد، عند غلق الدائرة الأولى يتوهج الليد في الدائرة الثانية.